أهلا بكم. بلا شك الجمال نعمة، والمحافظة على الجمال أو البحث عنه مسؤولية، ده في وجهة نظري. من ضمن مقاييس الجمال المهمة جدا الأنف. الأنف من الأشياء اللي العيب فيها أو الديفو فيها بيكون ملاحظ جدا، لا سنتر الوش، وغير كده بتؤثر تأثير نفسي على الإنسان أو الإنسان اللي عندهم مشكلة في مناخيرهم مدى الحياة، وبيفضل هذا التأثير في كل التصرفات. يعني تلاقي هذا الشخص أو هذه الأنسة طالما عندها مشكلة في أنفها تلاقيها بتلبس نظارة وهي مش محتاجة تلبس نظارة مثلا عشان تداري حجم الأنف لو هو كبير. تبدأ تحط مكياج بطريقة معينة وتصر عليه وتاخد وقت طويل عشان تحاول تداري وما بتبقاش راضية. والأنف من الحاجات اللي ما ينفعش فيها الكاموفلاج، ما ينفعش فيها مثلا الوش ساعات يبقى فيه شويه تجاعيد فبنت تحط مكياج فتداري شويه في التجاعيد، تداري جزء منه، لكن الانف ملهاش حل زي ما بيقولوا. النهارده هنتكلم عن الانف بالتفصيل في جزء طويل جدا في هذا الابيسود كله عن الانف. وضيفي طبعا يعني اللي بيشرفني وبيسعدني جدا ان انا استضيفه، غير انه قيمه علميه كبيره جدا واسم كبير ليس على مستوى المصري ولا العربي بل اسم عالمي، وأيضا أداؤه الرائع جدا على المستوى المهني في المجال الجراحي وعلى المستوى الأكاديمي في كلية طب جامعة عين شمس، طبعا اسم كبير للغاية. والأنف تحديدا أحد أبرز الأشياء اللي بيتميز بيها يد ماهرة، نفتخر ان هو مصري، وطبعا اداؤه العالمي مشهود له بالكفاءه الكبيره جدا. صديق عزيز عليا جدا واخ عزيز علينا جدا وصداقه دامت لفترات طويله هو طبعا النجم الكبير الاستاذ دكتور حسام بلعطه، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس والليزر وماجستير جراحات تجميل في ديناميكيه اصلاح الانف، وطبعا دوره الجراحات الميكروسكوبيه الدقيقه الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. اهلا بك دكتور حسام. اهلا دكتور ايوب. المقدمه رائعه والله، انت عشان كتير والله كتير اللي انت بتقول. احنا عشان صداقتنا كبيره طبعا جدا، والدكتور حسام اخويا وصديقي العزيز وسنوات طويله فهو بيضحك، لكن هي كل اللي انا قلته دي حقائق، وكل اللي انا قلته ديت انت طبعا اسم كبير على مستوى الجراحات التجميليه. يعني احنا لما بنكون بره في اي حته بيبقى بيكلموناك، وهنا في مصر كمان يعني حتى الكبار اللي هو اللي بنسميهم الرعيل الاول في جراحات التجميل يعني يعرفونا جيدا مهارتك الجيده جدا في عالم الجراحات، وخصوصا الجراحات الميكروسكوبيه اللي احنا بنتكلم في واحده منهم النهارده. الانف ما ينفعش تخبيها، يعني الانف من الحاجات اللي ما ينفعش تعمل فيها كاموفلاج زي التجاعيد مثلا. المقدمه اللي حضرتك قلتها في الاول انت سهلت عليا، انا كنت عمال افكر قبل الحلقه هو انا هخش اتكلم على الانف ازاي، هخش في الاول كده اشرح العمليه وخلاص ولا عايز اقول مقدمه؟ انت سهلت عليا الموضوع في جزئين مهمين قوي حضرتك لفت النظر ليهم في الاول. الجزء الاولاني هو العامل النفسي. احنا دايما بنهمل العامل النفسي عند المريض، ومش في عمليه الانف بس، في اي عمليه عاده المريض بتاع التجميل ما بياخدش سبورت من العيله، لان هو الوحيد اللي شايف الديفول اللي عنده، هو متاثر بيه نفسيا. هو عنده مشكله عضويه لكن هو متاثر بيه نفسيا، واللي حواليه مش واخدين بالهم. البنت عندها مشكله في مناخيرها لكن اهلها عادي، ما مناخيري كويسه ما فيهاش حاجه، اهلها مش فاهمين ان ده مأثر عليها نفسيا. وبالتالي لما يأثر عليها نفسيا هيأثر عليها على انتاجها، سواء انتاجها في الدراسه او انتاجها في العمل، لان البنت بتبقى انطوائيه، بتحول لكائن انطوائي من كتر الاحراج اللي هي فيه من شكل المناخير. طب ليه؟ اشمعنى المناخير؟ المناخير هو العضو او الجزء البارز في الوجه. اي ديفو في الوجه بيبان، اول حاجه بتبان هي الانف. انا لما ابص على اي وش اول حاجه تشدني، يعني عايز الساده المشاهدين كده لو يبصوا لوشوش الناس حواليهم كده، اول حاجه هتشدك او حاجه عينك هتقع عليها هي الانف. فالانف لو مش متناسقه مع اللي حواليها هيبان هيبان المشكله. وده النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها في المقدمه اللي هي التناسق او الجمال او مقاييس الجمال. هو انا امتى باخد بالي ان الانف دي حلوه او فيها مشكله؟ ومن غير بكون عين، يعني ساعات العين كده يعني ان انا ابص كده اقول في حاجه غلط. هو بالظبط. يعني ايه في حاجه غلط؟ يعني مفيش هارموني،
مفيش سيمتري، مفيش تناسق في اللي حواليه. مقاييس الجمال عادة لكل جزء في الجسم مرتبطة بما حواليه. أنا ممكن يبقى عندي مناخير شكلها كويس، لو شلت المناخير دي من هنا حطيتها على حد تاني، المناخير الكويسة دي هيبقى شكلها مش حلو، مش لايقة على الوش التاني. ليه؟ لأن مقاييسها مش ماشية مع مقاييس بقية الوش، واخد بال حضرتك؟ اللي هو التناسق. لو شزينا عن التناسق يبان الدفوع على طول. أنا عندي مقاييس هبتدي أتكلم عليها بعد شوية، اللي هي مقاييس تجميل الأنف نفسها. لما بنحيد عن هذه المقاييس يحصل إيه؟ يحصل الدفوع فيبان. فأنا لما أبص على حضرتك أول حاجة تلفت الانتباه على طول هو الدفوع. مريض تجميل الأنف بيبقى جاي ومشخص نفسه وعارف هو عنده إيه، بيجي يقول لك دي اللي هي مقاييس جمال الأنف. مقاييس جمال الأنف الوجه بيتقسم لثلاث أجزاء. ثلاث أجزاء بالطول، التلت اللي فوق بيساوي التلت الأوسط يساوي التلت السفلي. دي المقاييس اللي احنا بنراعيها في عملية تجميل الأنف، اللي هو هتيجي تسألني أو المريضة بتسألني أو كل المرضى بيسألوا يا دكتور هي مناخيري هيطلع شكلها إيه؟ ده الجزء الثاني بتاع مقاييس جمال الأنف، اللي هو الوجه بيتقسم لخمس أجزاء بالعرض، كل جزء منهم بيساوي الآخر. بمعنى إن عرض العين أهو شايفينه بيساوي عرض الأنف، إذن لو الأنف عريضة شوية إن كومبارزون أو بالمقارنة للعين فهي كده فيها دفوع. كل جزء من الخمس أجزاء دول بيساوي الآخر. عرض الأنف يساوي تلتين عرض الشفايف، 67% من عرض الشفايف. ودي القاعدة الإلهية في الجمال، اللي هي قاعدة التلت والتلتين أو 67%. تمام، الرقم ده رقم عنيف. قاعدة التلت والتلتين. نيجي هنا، ده طول الأنف. طول الأنف ده بيساوي 67% برضو من طول تلت الوجه، اللي هو تلتين تلت الوجه. قلنا في أول صورة الوجه بيتقسم تلت فوق تلت أوسط تلت تحت، المناخير هي تلتين أي تلت منهم؟ لا مش فاهم. يعني طول المناخير لو بتحسب من النقطة اللي عند العين فوق دي لحد التب أو لحد نهاية الأنف، بيساوي 67% من طول تلت الوجه. من طول تلت الوجه. مش احنا قسمنا الوش في الأول تلت أجزاء، والتلت أجزاء دول متساويين. أيوه، التلت الأول بيساوي التاني بيساوي التالت، اللي هي الصورة دي. تمام، التلات أتلات دول مساويين لبعض. تمام، طب طول المناخير قد إيه عشان أحكم هي المناخير دي قصيرة ولا طويلة؟ طول المناخير هو تلتين هذا التلت، تلتين هذا التلت. اللي هي يبقى هي صورتين. أيوة، حلوين كده. حلو كده. عشان افهم انا عندي التلت الوسطاني من عند الحواجب من فوق لغايه اخر الانف من تحت. بالزبط. صح كده. يعني لو افترضنا فرضا لتسهيلا للمشاهدين ان التلت ده طوله 9 سنتي، يبقى المفروض ده تلتين 6 سنتي. ايوه، تمام، حلو فهمت. انا كده فهمت. ما باينه الصورتين لما اتحطوا جنب بعض، لما اتحط جنب بعض. تمام. فده جزء من المقاييس. لسه في صور تانية برضو ممكن نشرح عليها بقيه مقاييس جمال الانف، وهنفهم بعد لازم كده. لازم الانسان يبقى شايف الصور اللي قدامه. بروز الانف. الانف تبرز قد ايه؟ برضو تلتين طولها. نفس القاعده، 67%. تلتين الطول اللي هو يساوي ايه؟ تلتين تلت الوجه. انت واخد بال حضرتك ان هي كلها ارقام ثابته. تمام، من الوش. تمام. ناخد الشوف الصوره اللي بعدها. الزوايا بتاعت الانف. ايوه، الزوايا بتاعت الانف هل بتختلف من الرجل للمراه؟ طبعا بتختلف. الزاويه ما بين الشفايف وما بين الانف عند الرجل هي زاويه حاده، وعند الست هي زاويه منفرجه، نلاقيها من 95 ل 105. عشان كده تلاقي الست التب بتاعتها او الارنبه مرفوعه لفوق شويه غير الراجل. يبقى وانا بعمل العمليه انا لازم ابقى واخد بالي، هو انا بعمل العمليه ده لراجل ولا لست؟ لان انا لو رفعت له التب او الارنبه زي الست هيبقى شكله في مناين، شكله مش مظبوط، واخد بال حضرتك؟ فدي قواعد مهمه. الدرسم او اللي هو الانف نفسها المسطح بتاعها ده في الست غير في الراجل. في الراجل ستريت، في الست محدبه للداخل، عارة شويه كده، كونكيف. يعني محفوره شويه لجوه. أيوة، ما ينفعش تبقى في الراجل محفوره، تبقى في الراجل. طيب، فكل كل الزوايا دي وكل المقاييس دي هي دي فايدتها ايه بقى؟ عشان هيجي لنا بقى سؤال مهم هنا. ايوه، هل كل مريض بيجي لك عايز يعمل عمليه انف يستحق انه تعمل له عمليه انف؟ الدكتور لما بيكشف على المريضه
عنده حاجه اسمها دكتورز اكسبكتيشن بناء على دراسته وخبرته. فهو بيحكم بقى انا هعرف اعمل البيشنت اكسبكتيشن دي خلاص. يبقى احنا التقينا في نقطه واحده. يبقى المريضه دي مريضه كويسه، هي فاهمه ايه اللي هيحصل. هي كلمه اكسبكتيشن معناها تطلعات المريضه. تطلعات اللي هي امالها، هي عايزه ده يتحقق بالشكل ده. تمام. من فتره كان عندنا مشكله زمان عند العيانين، كانوا اوبسيسد شويه بالمناخير بتاعت بلد عربي جنبنا كده، مش عايز اذكر الاسم. لا انا هقولها، انا اللي اقول اوبسيست يعني مهووسين. يا كلمه اوبسيشن يعني معناها انه شديد التاثر، يعني ده شايفها كده. هي هم كانوا عندهم رغبه انه كله يبقى مناخيره زي مناخير نجوم لبنان بالظبط كده. ودايما كنت افهمهم يا جماعه ده غلط، عمليه تجميل الانف لما انا اعملها لك المفروض لو جيتي لي بعد سنه او اتنين انا ما اعرفش ان انا عملت لك عمليه، ولو رحتي لاي جراح تجميل في الدنيا ما يعرفش انك عامل عمليه تجميل في الانف. لازم المناخير تطلع طبيعيه. لو المناخير اي حد شافها ها وقال دي مناخير معموله، يبقى دي اسمها حاجه مستديمه عندنا، اسمها مستديمه على طول. دي المدرسه الصح، دي المدرسه الصح. اللي هم الجراحين المصريين بيمشوا وراها، اللي هو الجراحين في العالم كله، العالم كله. اللي دارس كويس وبتصرف كويس هيطلعها كده مظبوط. هو اللي بيخرج عن القاعده دايما جراحين البرازيل. لا هي مش فكره كده، مش عايزين نعممها. هي الفكره في جراح بيسمع كلام العيانه. في جراح بيسمع كلام العيانه، ارفعها لي قوي يا دكتور، اعملها لي مشبك، ضمها لي قوي، اعملها لي زي مناخير فلانه. الكلام ده مش صح، يعني الكلام ده مش صح، لان هي هتبان ان المناخير معموله، هتبان معمول فيها عمليه تجميل. وده مش صح. بس الحمد لله يعني من كتر التوعيه اللي حصلت عندنا ما عادش بشوف العيانين دول كتير. ايوه العيانين بقوا فاهمين، وبقى تيجي تقول لك يا دكتور انا عايزه مناخيري شكلها طبيعي. ما تخليليش مناخيري شكلها معمول فيه عمليه تجميل، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه مريحه للدكتور. انا بتبع هذه القواعد الطبيه في مقاييس تجميل الانف. انا بشوف الوش عرضه قد ايه والعين عرضها قد ايه والشفايف والبروز والزوايا والكلام ده كله. لما اجي اعمل العمليه لما بتبع هذه القواعد خلاص، انا قبل ما احط الجبس انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان المناخير دي هتطلع طبيعيه. هتطلع طبيعيه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنستند اليها حاجه اسمها ديناميكيه اصلاح الانف. بقى حاجه مهمه، ودي كانت رساله الماجستير بتاعتي. ايوه داينامكس ان راينوبلاستي او ديناميكيه اصلاح الانف. يعني ايه بقى ديناميكيه اصلاح الانف؟ زمان لما كنا نعمل المناخير نيجي مثلا ايه المريضه عندها عظمه بس، فيقوم الدكتور شايل لها العظمه. العظمه تتشال بس المناخير شكلها ما يبقاش حلو. ليه بقى؟ لان شيل العظمه اثر على منطقه تانية بعيده عن مكان العظمه في المناخير ادها شكل مختلف. يعني ايه؟ انا لما اشيل العظمه اوتوماتيك التب او الارنبه دي بتترفع لفوق. طب هو السؤال هو انا عايز ارفعها لفوق ولا عايز اسيبها مكانها؟ انا عايز اشوف التركيب التشريحي للمناخير واحنا بنتكلم على الحاجات دي عشان عشان افهم فين العظمه فين. والناس مش فاهمه ان المناخير هذا الكائن الصغير. طيب الجزء العلوي اللي فوق ده عظام الانف. يليه الغضروف العلوي، يليه تحت الغضروف السفلي. وكل جزء من ده مسؤول عن شكل الانف الخارجي. شكل الانف ملوش علاقه بالجلد، شكل الانف ليه علاقه بالهيكل بتاع الانف. ليه علاقه بالعظم شكله ايه، والغضاريف العلويه شكلها ايه، والغضاريف السفليه شكلها ايه. عشان كده العمليه نتيجتها بتبقى احسن في الناس اللي جلدها ارفع. اللي جلده ارفع بيبان فيه عمليه اسرع عن اللي جلده سريع. الجلد نتيجه يأخر النتيجة على ما الورم فيه يروح ويبتدي يرق الجلد، الهيكل تحتيه يبتدي تبان النتيجة. فالمرضى اللي جلدهم رفيع أكثر حظا في إن النتيجة تبان فيهم أسرع. طيب أنا بسمع في عمليات الأنف إنه حد يقول أنا هعمل جزء من عملية، أنت لازم لك حاجة معينة، في حاجة اسمها فول جوب، أنا معرفش اللفظ ده دقيق ولا لا بس أنا بسمعه كتير اليومين دول. فأنا عايز أقول بشوف العملية يعني إيه فول جوب، يعني إيه عملية كاملة، يعني إيه أجزاء من عملية. العملية ممكن تكون في كل حاجة وممكن تكون أجزاء. إحنا هنشوف كده العملية. ده هنشوف ده فيديو يوضح شكل العملية. تمام العملية بقى اشرح لنا حتة حتة. ماشي، دي مريضة الأنف عريضة من تحت وعندها بروز في العظمة وعندها الهامبة وعندها الجزء اللي هنا في عظام الأنف، وده قلنا التركيب التشريحي للعظم
ده العظم، الجزء بتاع العظم اللي السهم بيشاور عليه هيشاور، ده الدورسال هامب اللي قلنا عليه او البروز في العظم نفسه اللي احنا هنشيله. الجزء اللي تحت الابيض الكبير ده هو ده الغضروف العلوي اللي بنشاور عليه ده دلوقتي، وتحت هو الغضروف السفلي. العملية بتتم عن طريق جرح صغير قوي من الانف من تحت، ما بيبانش الجرح ده خالص نهائي. تمام. من خلال الجرح ده بنرفع الجلد، نشيل الجزء او نعالج الدفوهات اللي هي موجودة اللي انا شخصتها قبل العملية. اهو ده الاستيتوم او ده الجزء التشيز اللي احنا هنشيل بيه الجزء بتاع العظم اهو. شيلنا كده الجزء بتاع العظم نطلعه خلاص، احنا كده شيلنا الهامب، هيتضم العظام على بعضها عشان ترجع تاني مكانها بعد ما نكسر من الناحيتين يمين وشمال كده. احنا بقى ايه، شيلنا الحتة البارزة فوق ولمينا لمينا العظم على بعضه اهي، فالهامب اتشال اهو. تمام. دي كلاسيك اوبريشن، دي الكلاسيك اوبريشن. قصة السؤال اللي حضرتك كنت بتسأله لي، فول جوب ولا مش فول جوب؟ طيب ده صح؟ مظبوط. الانف عادة فول جوب. ليه؟ عشان اللي كنت بشرحه لحضرتك ديناميكية اصلاح الانف. ايوه. انا ما ينفعش اشيل العظمه بس. طب والغضروف العلوي بعد ما اشيل العظمه علاقته ايه بقت بالعظمه الجديده؟ طب والغضروف السفلي لما اشيله، لو المريضه عندها المنطقه بتاعت الارنبه دي غير محدده، في ناس عندهم المنطقه دي تخينه غير محدده، يبقى انا لازم اشتغل في الغضاريف السفليه. طب بعد ما اشيل الغضروف السفلي، طب العلاقه ما بين الغضروف السفلي والعلوي اصبحت ازاي؟ يبقى انا لما بعمل المناخير اول مره هي بتتعمل فول جوب، ولو ما اتعملتش فول جوب ما بتطلعش مظبوطه. فول جوب يعني كل ستيبس واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، هي ستيبس معروفه ومحفوظه عن ظهر قلب بتتعمل ورا بعضها تدي المناخير في الاخر الشكل الطبيعي بتاعها. امتى ما بعملش فول جوب؟ في عمليات التصليح. واحده عامله عمليه، ايوه، العمليه فيها مشكله، فيها ديفو. تمام. علشان كده احنا دايما بنقول لما بندرس للطلبه الدكاتره الجداد، المناخير لا مجال للخطأ فيها. لو ما بتعرفش تشتغل مناخير كويس، لو ما تدربتش عليها كويس واشتغلتها كويس، أرجوك ما تعملهاش. ما تعملهاش، لأن التصليح أصعب من العملية الأولانية. العملية الأولانية سهلة جدا ونتيجتها بإذن الله بتبقى مضمونة بنسبة 100%. العملية التانية لأ، والتالتة لأ، والرابعة لأ. كل تصليحة بتبقى أصعب من اللي قبلها. لما أجي أعمل تصليح خلاص أنا بأتاكد الدفو بس اللي موجود عندي، الدفو في منطقة العظم بصلح العظم، الدفو في منطقة الغضروف السفلي أصلح الغضروف السفلي، في العلوي أصلح العلوي، حسب الدفو فين اللي أنا محتاج أصلحه. عظيم جدا. أنا وأنا بشوف الصور اللي قبل وبعد، عايز حضرتك في أهم حاجة، إيه الأخطاء اللي أنت شايفها دلوقتي الشائعة اللي بتشوف فيها بقى عمليات بتحس انها لا مش معموله صح؟ في الاخطاء الشائعه في الانف طبعا. ما هو ده اللي كنت بقوله لحضرتك. لو حد غير مدرب غير ماهر، مش فاهم مقاييس تجميل الانف، مش فاهم التركيب التشريحي بتاع عظام الانف، مش فاهم هو داخل هيعمل ايه، او تعامل مع مريض نفسي، هيحصل مشاكل. يحصل مشاكل كتير. يعني اشهرها مثلا ان الانف تطلع كانها معمول، انها معمول. ده ابسط حاجه، ده ابسط حاجه، ده ابسط حاجه، ان هتبان ان المناخير معموله، لكن في دفوهات كتير قوي بنصلحها طبعا. يعني مثلا هنا دي كانت حاجه لازم تتعمل، لازم تتعمل، الهامب واضح قوي او العظمه البروز بتاع العظم بارز. ودي اتعملت طبيعي. شايف الزاويه اللي كنت بقول لحضرتك ما بين الشفه العلويه وما بين الانف، شايف الزاويه منفرجه ازاي؟ مرفوعه لفوق، التيب مرفوعه لفوق عشان بنت. عشان بنت بالظبط. برافو. انا بشوف اللي جايين ساعات، في ناس كده بيبقى عاملين نفس القصه برضو. العظم والزاويه اللي موجوده، في ناس بيبقى عاملين العمليه دي في جايين من دول عربيه او دول اوروبيه. الولد شكل البنت خالص. انا بشوفه. مظبوط. دي برضو نفس القصه، نفس الزاويه، شايف الزاويه جميله ازاي ومرفوعه لفوق. التب دي بنت برضو. كلهم بنات. 90% من مرضى الانف بنات، 10% ذكور. طيب واحنا بنشتغل على العمليه الفتره الزمنيه بتاعتها ساعه ونص بالظبط. ساعه ونص. 90 دقيقه تخدير كلي. كلي الانف تخديرها كلي، لان برضو ساعات بسمع ناس بتقعد تتكلم يقول لك هعملها ببنج موضعي.
صعب جدا تعمل بنج موضعي. صعب جدا تعمل بنج موضعي. الانف بتحتاج بنج كلي لان انا شغال في مجرى التنفس. فازاي المريض وانا شغال عند الانف وعند الفم هياخد نفسه؟ هياخد نفسه ازاي؟ يعني صعب ياخد نفسه، لازم انا اديله النفس. فبالتالي بتتعمل ببنج كلي، بتاخد 90 دقيقه باذن الله طبعا. المريضه بتقعد بعديها ساعتين، بتخرج من اوضه العمليات حاطين جبس وحاطين شاش في فتحات الانف، مش فتيل، شاش، شاشتين صغيرين عشان نقط الدم بتنزل. العيانه لما بتسمع كلمه فتيل بيجي لها بانيك، بتتخض، تقول لي يا دكتور فتيل اللي هو طوله مش عارف نص متر ده، وتقعد حضرتك تشد وبتاع. مش فتيل، هم شاشتين صغيرين بيتحطوا يتشالوا بعد يومين، والجبس يتشال بعد اسبوع. يعني كالعاده طبعا نجم متالق ومبدع كالعاده، ويعني شرف كبير لينا ان انت تكون معنا دائما. كل شكر وتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز الاستاذ دكتور حسام ابو العطا، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر، ماجستير ديناميكيه اصلاح الانف، ودكتوراه في الجراحات الميكروسكوبيه الدقيقه، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. نعرف ان انتم استمتعتوا زي ما انا استمتعت، خليكم دايما معانا، ما تروحش بعيد. انا انيسه سوريا حسن قاسم، عندي 24 سنه، كنت انسانه طبيعيه جدا جدا لحد عمر 4 سنين. عايشة مع الروماتويد بقالي 20 سنة، عايشين مع بعض بنتحدى بعض. بدأت بطني تعلى، حاجة عايزة تكون بتنفجر في جنب اليمين، أعضائي كلها عايمة في مية، يعني ما بقتش متحملة إن أنا أمشي، مفيش لا أكل ولا شرب أي حاجة، مرضتش إن أنا أستسلم برضه. طولي 146، حاجة يعني أنا شايفة إن هي مش وحشة، جميلة، لا بالعكس، كده صنفورة كده ماشية في الشارع. ما كانش المجتمع بالنسبة لي نظراته كانت بتهمني. احنا الاتنين بنتحدى حاجة واحدة اللي هو المرض.